حضرتك كوزير صحة سابق، كأحد الأطباء الكبار والعلماء الكبار في مصر، شايف إن مفيش أي مشكلة في التطعيم؟ يعني بنسبة 100% لا يوجد بإذن الله أي مشاكل في التطعيم، بالعكس هو الطريق الوحيد والسبيل الوحيد حتى نستعيد جزء كبير من حياتنا اللي كانت موجودة ما قبل الجائحة. يعني أنا ما أقدرش أقول إن التطعيم جعلنا نستعيد الحياة بشكلها كما كانت قبل ديسمبر 2019، بالعكس الجائحة فرضت قواعد وأصول جديدة في الحياة ستظل ملازمة لنا سنوات طويلة وليست بالقليل بالهينة، ولكن السبيل الوحيد لكي نتحرك بشيء من الاطمئنان وتكون الأعراض إذا أنه نأخذ التطعيم تكون الأعراض متوسطة أو قليلة هو الفاكسين أو هو التطعيم. دكتور عادل عدوي، أنا بشكرك شكرا جزيلا فندم. دكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق.